أخبار اليوم. أهلا مشاهدينا ومشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة، ومعنا اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف نائب رئيس تحرير أخبار رياضة، يطلعنا على أهم العناوين التي تصدر بها أخبار رياضة هذا الأسبوع. أولا نرحب به، أهلا بحضرتك أستاذ عبد اللطيف. أهلا بك، أهلا وسهلا. حضرتك ما هي أهم العناوين وأبرز الأخبار التي تصدر بها أخبار رياضة هذا الأسبوع؟ والله أخبار الرياضة هذا الأسبوع يعني متميزة بشكل كبير جدا في موضوعاتها وفي عناوينها، وممكن بتساير أهم الأحداث اللي هي موجودة خلال هذا الأسبوع. ويمكن أهم حاجة يمكن كان ماتش الزمالك مع الشرطة، يعني كان ماتش مهم جدا، كان متوقع أنه هيبقى ماتش كبير، ماتش صعب مثير، وفعلا هو زي كما توقعنا جات نتيجة المباراة بهذا الشكل، أن الزمالك قدر يتغلب بصعوبة على فريق اتحاد الشرطة 3-2، رغم أن الزمالك كان في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني متفوق ومتقدم بثلاثة أهداف، إلا أن فريق اتحاد الشرطة قدر أن هو طبعا يواجه الزمالك ويقدر أن هو يحرز هدفين. فعشان كده طبعا كل الجماهير المصرية بتتابع طبعا ماتشات الدوري بشكل كبير، في شغف لدى الجمهور المصري سواء الأهلي والزمالك، خاصة أن دلوقتي حساب النقطة والجري يعني جري الوحوش ما بين الأهلي والزمالك، يمكن الأهلي على قمة متقدم، الزمالك بيحاول أن هو يطارده يعني على أمل أن الأهلي يتعثر في سبيل أنه هو يحصل على الدوري للمرة الثانية على التوالي. ده سر العنوان اللي في الصفحة الأولى، الزمالك يطارد الأهلي بالشرطة. بكل تأكيد، عشان كده جاء العنوان يعني الزمالك يطارد الأهلي بالشرطة، عنوان موفق جدا جدا للحالة وللوضع اللي موجود عليه الدوري المصري والمنافسة الشرسة الشديدة اللي موجودة بين الأهلي والزمالك على قمة الدوري. حضرتك برضه في نفس الصفحة الأولى عنوان مدوي، مفاجأة مدوية، زاهر تنازل لأبو ريدة عن الجبلاية. أنا عايز أقول لك إن دي من أهم الأخبار والموضوعات اللي موجودة في جورنان أخبار رياضة في هذا العدد، ويمكن ده يعتبر من أهم الانفرادات اللي هي موجودة داخل العدد، لأنك أنت طبعا بتحاول كل أسبوع في أخبار رياضة أنك أنت بتحاول أنك أنت تبحث عن حدوتة خبرية صحفية مهمة تقدمها للقارئ مكتملة الأركان. فطبعا أنت عارف إن اقترب طبعا بعد اتحاد الكورة بعد حكم المحكمة بالحل وبعد تقديم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة لاستقالتهم، وطبعا أصبح دلوقتي الوضع على فيه منافسة موجودة دلوقتي على أمل أن مين يحاول أنه في الانتخابات القادمة يقود اتحاد الكورة، أكبر اتحاد رياضي موجود في مصر. فطبعا فيه كابتن سمير زاهر كان أعلن أنه هيترشح في رئاسة الاتحاد ومعاه جبهة معينة، كابتن هانا بوريدة معاه جبهة أخرى برضو تضم مجموعة من العناصر المتميزة. طبعا فيه منافسة شرسة ما بين الاثنين، وإن كان الجبهتين برضو فيهم عناصر كبيرة مهمة من الناس اللي هم موجودين في كرة القدم كنجوم وناس خبر ولهم تاريخ. فاللي موجود في أخبار رياضة إن هي قدرت تحصل عليه من انفراد في هذه القصة الخبرية الموجودة، إن في طبعا مجموعة من الشخصيات زي اللواء الدهشوري حرب الدهشوري، زي الدكتور عبد المنعم عمارة، مجموعة من الشخصيات اللي هي الرياضية اللي هي برضو مؤثرة في الوسط الرياضي، بتحاول ان هي تعمل توافق على امل انك انت باصص للرياضة المصرية بعد كده، عايز الرياضة المصرية تبقى ايه او كرة القدم تبقى ايه، يعني انت بتحاول انك انت بمجموعتك داخل عشان تخدم وتفيد كرة القدم والرياضة المصرية، وانت برضو بمجموعتك داخل عشان تفيد كرة القدم المصرية. فلماذا لا يلتقي الجميع عند نقطة واحدة والجميع يبقى معا في خدمة كرة القدم المصرية؟ لان في دلوقتي اتحاد كرة هيشكل من الانتخابات،
وفي طبعا انت داخل على موسم طبعا احنا متاخرين كتير جدا، وباتصالات مع الكاف الاتحاد الافريقي ان احنا ما ندخلش في الدوري المحترفين، مع ان فيه دول افريقيه كتيره جدا دخلت في دوري المحترفين. فاحنا خلاص المفروض الموسم القادم الجديد الذي سوف ينطلق المفروض يبقى عندك انت دوري محترفين. فدور محترفين لابد ان تكون في اداره محترفه تدير هذا الدور المحترفين. هذه الاداره المحترفه تختلف في يعني اعضائها عن اتحاد الكوره، واخد بال حضرتك؟ فهذا هو التوافق الذي يحدث الان في عمليه ان محاوله لان هو يعني المرحله القادمه من الكره المصريه من وجهه نظري انا تسير بشكل منتظم بدون خلافات او مشاكل او ازمات. هناك ايضا مجموعه من عناوين بارزه جدا، اسد الجزيره سن اسنانه لاصطياده تماسيح زامبيا، رمضان نجاحات وازمات في المنتخبات، الالتراس يمنع الحضري من دخول اهلي. طبعا الحضري يعني يعتبر ده يعني انفراد ليكم، يعني ايه اللي حصل بالظبط كده؟ كان انا كاتب المقال بتاع الوسط الرياضي الحضري الدوري واليورو على اساس برضو كان مقال هو موجود في هذا العدد اللي موجود في السوق. انا تحدثت ان هو يعني انا قلت من وجهه نظر شخصيه يعني عشان الحضر يروح يرجع الاهلي مره تاني، من وجهه نظر انا لابد ان يكون فيه شروط كتيره جدا، لان الحضر كان موجود وحصل خلاف ومشي، فلابد عشان ترجع يبقى فيه شروط كتيره جدا وهتجيبه لي. اي نعم هو الاهلي في هذه الفتره، ودعنا نعترف بكل صراحه ان حراسه المرمى في الاهلي الفتره الاخيره مهزوزه بشكل كبير، وان شريف اكرامي برضه يعني ما اداش الاطمئنان بشكل كبير جماهير الاهلي في حراسه مرمى الاهلي، مع احمد عادل عبد المنعم يعني ما خدش فرصته كامله في الحراسه، وخبرته لا زالت كافيه رغم ان هو شاب متميز ويعني له مستقبل. ودخول عصام الحضري كافضل حارس بدليل ان هو المنتخب استعان بيه ولعب ماتش منتخب مع زامبيا، فده معناه ان الحضري هو الاول الان في ظل غياب برضه احمد الشناوي عن حراسه نادي الزمالك. ففي هذه الفترة الكلام كله بدأ يتبلور ان الحضر رايح الاهلي او هناك مفاوضات او هناك كلام، فانا تحدثت في هذه الجزئية الكلام والمفاوضات ولعودة الحضر، رغم ان من وجهة نظري انا بقول يعني كده يبان في الكلام انها مستبعدة ان الحضر يرجع تاني الاهلي، لكن لم اقولها صراحة. لكن هو الاهلي صعب ان هو لظروف عديدة جدا، لان الاهلي بيبص برضه لجمهوره رقم واحد، الجمهور اللي بيدي للاهلي اللي بيعظم من قيمة الاهلي، فالاهلي طبعا كان من الصعب ان هو عشان كده برضه كابتن محمود طاهر رئيس النادي الاهلي يمكن اتكلم في فترة رمضانية السابقة يعني فضفضة رمضانية يعني اعتقد بعد الافطار في جلسة يعني مع مجموعة من الاعضاء، فتحدث عن ان الحضري يعني من الصعب ان هو يرجع للنادي الاهلي، رغم ان فيه ناس في داخل النادي الاهلي لديها رغبة في ان الحضري يعود للنادي الاهلي. فهي قصة الحضري قصة برضو يعني مطروحة فيها كلام كتير، الجمهور يتحدث فيها، الحضري نفسه تكلم فيها وقال نفسي ان انا انهي حياتي مع في النادي الاهلي، وان انا يعني ادافع عن شباك الاهلي او عرين الاهلي وما الى ذلك، لكن طبعا القرار هيكون في مجلس ادارة النادي الاهلي. طبعا الاخبار الرياضه هذا الاسبوع يعني فيها زخم كبير من العناوين والعناوين قويه، مش كل اللي موجود في الجورنال هتقدر انت تاخده صفحه اولى كعناوين بارزه، ولكن انت بتحاول تنتقي زي الباترينه بتاعتك اللي بتحاول انك انت تنتقي تحط فيها اجمل حاجه بتحاول انك انت تعرضها او رغبه الجمهور او الجمهور بيحب ايه، فانا بحاول اقدم الشيء اللي بيحبه الجمهور بشكل جميل عشان يقبل عليه، وهذا ما نفعله في اخبار الرياضه. اذا هناك التفاصيل والعناوين والاخبار الاكثر يعني اثاره هذا الاسبوع لاخبار الرياضه، كان معنا الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الاخبار الرياضي، شكرا لحضرتك. الف شكر. شكرا مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم الى نهايه حلقتنا من شارع الصحافه لهذا الاسبوع، شكرا جزيلا لكم والى اللقاء.